متنقلة في المنطقة العربية. إن السيد نصر الله بكلامه المرفوض والمستنكر من الشعب اللبناني والشعوب العربية شرع لنفسه دورا لم يكن يجاهر به، وإن كان يمارسه مواربة فهو تخلى عن شعارات حماية المقامات الدينية أو الدفاع عن اللبنانيين في قرى منطقة القصير ليعلنها حربا مفتوحة على الشعب السوري عموما وعلى قوى المعارضة السورية خصوصا المناهضة للنظام الحاكم. وبذلك يكون السيد نصر الله قد عرض ويعرض لبنان لكل مخاطر انتقال النار المندلعة في سوريا إلى لبنان، إضافة إلى إعلانه عمليا الإطاحة بمرحلة الاستقرار الهش بسبب انخراطه الواسع في القتال في سوريا ودفن سياسة النائب النفس والتنكر لبنود إعلام بعبدة التي كان قد وافق عليه حزبه، إضافة إلى مخالفة القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701. إن كتلة المستقبل التي تستنكر وتدين العمل الإجرامي الذي يشارك فيه حزب الله ضد مصالح لبنان وضد الشعب السوري تدعو اللبنانيين وأهالي القتلى والجرحى لكسر حاجز الخوف والصمت والتعبير عن رفضهم لسوق أولادهم للموت في سوريا ولرفضهم تحويل بلدهم إلى ساحة قتال واستنزاف وتدمير للثقة بالبلاد والاقتصاد. ثانياً، تستنكر الكتلة وتشجب جريمة إطلاق الصواريخ صباح الأحد باتجاه بعض أحياء الضاحية الجنوبية، وتعتبر أن من قام بهذا العمل مجرم يجب الكشف عنه ومحاسبته. والكتلة ترى في نفس الوقت أن وقائع هذه الجريمة مشبوهة ومحاطة بالكثير من الأسئلة، وبالتالي يتوجب على الأجهزة الأمنية تكثيف التحقيقات للكشف عن المجرمين وإنزال العقوبات بحقهم. ثالثاً، تشجب الكتلة وتستنكر وتدين الذي تعرض له الجيش اللبناني في منطقة جرود عرسال، وهي إذ تعتبر أن شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا نتيجة هذا الاعتداء هم شهداء كل لبنان، فإنها تنوه بما ساعي أهالي بلدة عرسال الكرام العمل بكل الوسائل لمساندة الجيش والدفاع عنه. فجيش لبنان هو جيش عرسال الأبية، وجريمة الاعتداء على الجيش تستهدف أهالي عرسال وكل الشرفاء، وبالتالي يجب التنبه لهذه المحاولة الدنيئة للإيقاع بين الجيش وأهله وبيئته الحامية. وفي الوقت عينه تستنكر الكتلة تعرض مدينة الهرمن للقصف ليلة أمس واليوم، مما أسفر عن استشهاد مواطنة وجرح آخرين. والكتلة في هذا المجال تتقدم من أهالي شهيدة الهرمن بالتعازي، وتعتبر أن الاعتداء على هذه المدينة العزيزة أمر مرفوض ولا يمكن القبول به من أي طرف كان ولأي سبب كان. وفي هذا السياق تطالب الكتلة قيادة الجيش اللبناني باستكمال انتشاره لضبط الحدود والمعابر في كامل منطقة الهرمل المواجهة لمنطقة القصير التي تجري فيها الاشتباكات. رابعاً، تنوه الكتلة بالمواقف التي يعلنها فخامة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان، وهي تعتبر أن رئيس الجمهورية يعكس ويمثل عن حق رأي ودور رئيس الدولة المؤتمن على الدستور والحامي للمؤسسات والمدافع عن مصالح الشعب اللبناني الحقيقية. خامساً، تنوه الكتلة بالخطة الأمنية والجهود التي قام بها الجيش اللبناني في مدينة طرابلس، والتي يبدو أنها بدأت تتقدم بنجاح. والكتلة في هذا المجال تدعو إلى منع حمل السلاح في المدينة والتعامل من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية بحزم وبعدل مع جميع الأطراف لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار. إن مدينة طرابلس يجب أن تصبح مدينة آمنة لأهلها وسكانها جميعاً،
بحماية الجيش والقوى الأمنية، والكتلة تندد بكل أشكال التفلت الأمني وحمل السلاح، وتنوه بحيوية وشجاعة قطاعات المجتمع المدني الطرابلسي، والتي تمثلت أخيراً بتحرك تجار المدينة وهيئاتها المدنية استنكاراً ورفضاً لتحويل طرابلس مدينة مشرعة للسلاح والمسلحين. إن تيار المستقبل يناشد قطاعات المجتمع المدني التحرك المستمر بفاعلية لحماية المدينة والدفاع عن العيش المشترك والسلم الأهلي. شكراً.